اليوم أو في هذه المناسبة المميزة والتي نحتفل فيها بتخرج الدفعة 11 لتكوين محترفي السوق المالي. هذا التكوين الذي تنظمه اللجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها بالتعاون مع معهد التكوين المصرفي. ومن المفيد بهذه المناسبة التذكير بالدور الأساسي للأسواق المالية بصفة خاصة والقطاع المالي بصفة عامة في أي اقتصاد كان، لا سيما بالمساهمة الفعالة في توفير التمويل الضروري للأفراد والشركات والتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. ومن أجل أن يؤدي القطاع المالي دوره بشكل فعال، يجب توفر عنصر بشري كفء ومؤهل من جانب كل الفاعلين الاقتصاديين، والعمل على زيادة وعي كل المواطنين والتحسين إدراكهم بالمسائل الاقتصادية والمالية، بدءا بشؤونهم الخاصة إلى إدراكهم بتأثير السياسة الاقتصادية على وضعهم الشخصي واستقرارهم المالي. لذا من مركزي كمسؤول أول للقطاع المالية، أولي اهتماما كبير بتطوير الموارد البشرية في قطاع المالية، وأؤمن بأن التكوين والتدريب هما المفتاح الأمثل للنجاح هذا القطاع.